حاجة خليني أشوفها في سمنت اليمامة إن شاء الله خربها، إن شاء الله يكون صلحها، إن شاء الله يكون صلحها. أكيد صلحها، صلحتها ولا ما صلحتها؟ ها يمامة فينك؟ تعال والله صلحها، صلح أمها يا ولد من زمان، أديله مانجا. أنا آخر مرة شفته كسر القاع حق نوفمبر 25 ريال ما شاء الله، 27 10% يا شيخ يا شيخ. اليمامة اليمامة راجع من قاعين متجاورين وعد الآن 38 فيبو 26 80، أديله مانجا، أديله مانجا يديك طراوة. طيب لو أتفننا شوية، رسمنا له قناة هابطة ترند وقلنا هنا كسر الترند، إيش باقي لنا؟ أكفش أكفش سقف البولينجر وخط القناة المكسورة 27 27 وربع 27 30. هذه المرة أنا اللي بدي أقول لك راقب اليمامة، أنت عند مقاومة 27 30 وشوف وشوف ال 27 30 27 20 مطب هنا مكسور، أنت طالع جاي كسبان 10% من 25 إلى 27 30 10%. راقب اليمامة إذا اخترخ ال 27 30 معناه شمن كحلي دخل القناة المكسورة ودفع السهم نحو المتوسط 228 40 وعند القاع الثاني المكسور مع متوسط 50 عند 28 80 يصير الهدف الثاني هنا. انت الان عند مقاومه، عند مقاومه والله مقاومه ما تخرش المي. المهم كيف نحافظ على ارباحنا؟ لا يكسر 26 65 26 70، السهم حلو فوق ال 26 70 ننتظر اقتحام في اليمامة 27 30.